أعتقد أن اعتقال أبو عياض في هذا التوقيت بالذات هو خطير. طبعا البعض قد يظن أنه اعتقال أبو عياض يعني القضاء على الإرهاب وأنه يرجع الأمور إلى نصابه إلى غير ذلك. الأمر في اعتقادي إما خطأ أو مقصود، وأعتقد أنه متعمد، وأنا أتساءل لماذا يتعمد، لأنه اعتقال هذا الشخص مع تنظيم حسب الاختناق في تونس ومع إمكانيات عمليات معينة، ولكن يظل على الأقل قائد رمزي عندهم، لما يقع اعتقاله يصير الإحساس بالإهانة بالألم اللي هو يعانوا منها، يعني إحساس أنهم يحملون أمجاد الأمة، يحملون هم الأمة إلى غير ذلك من العقلية، فهذا سوف يزيد من الحنق والغضب وذلك الإحساس، وسيؤدي لعمليات انتقامية غير مدروسة وغير مبرمجة. وحتى المجموعات التي تحته قد تتحول إلى قيادات فرعية، وهذه القيادات الفرعية ليس لديها نفس ربما الاستراتيجية والغاية التي يتتبعها الأمن التونسي وحتى المنظومة ككل تتابعها بشكل أو بآخر من أجل منع حدوث عمليات إرهابية. فهذا الأمر قد يؤدي ربما إلى مثل هذه الأمور. نحن لا نرجو ذلك طبعا، ولا نرجو أن يقوم أي شيء، وهذا سوف يزيد حرس الأمنيين بتونس وحرس المؤسسة العسكرية وحتى المجتمع المدني عليه أن يكون حريصا، ولكن أعتقد أنه ليس التوقيت المناسب، وربما لدى الطرف الآخر لديه مبرراته ولديه غاياته، ربما في الأمر ما لا نعلم، ولكن على الأقل نحن نحلل الظاهرة من جانب ما نعرفه، فإن تبيننا عكس ذلك أو فوقه ربما غيرنا الرؤية، لكن رؤية الحالية هي هذه، أنه قد يكون لديه مخاطر كبيرة جدا ربما على الصعيد القريب، ولا نرجو أن يكون الأمر بهذه الطريقة. المهم أنه المشكلة ليست في اعتقال قيادي، بل في منظومة أمنية شاملة، في منظومة تعيد الكثير من الشباب الذي ينتمي ذلك الفكر إلى جادة الصواب، في منظومة تقوية المنظومة الأمنية بتونس، تقوية المنظومة العسكرية، تقوية منظومة الإشراف والاستراتيجية إلى غير ذلك، بناء مجتمع مدني، نجاح الحوار الوطني، ترسيخ منظومة حكم تكون أكثر وعيا وأكثر عمقا إلى غير ذلك. هذا أهم من اعتقال أبو عياض في اعتقالي.